احنا جينا مع القطار ديال 8 ديال النهار كيف العاده ناخذ الترانافات، فكنتفاجئوا ان القطار ما جاش. طلعونا في واحد التران واحد اخر اللي كيكون جاي من فاس غادي مراكش، بقينا فيه واحد الساعتين، خرجنا منو عينا، هضرنا مع المسؤول ديال المحطه، ما لقيناش شي تجاوب. مشينا كاع للمقر ديال لو اس اف، كيقول لنا تصينوا يجيو المسؤول، تصينوا يجيو يعني شي واحد نهضروا معاه. فالخر جاب لنا رجال الامن اللي ما لقاو حتى شي طريقه، واعتقلوا واحد السيده، هادشي اللي وقع في الاخر. نهايه المطاف هادشي حيت كتصور بالتليفون ولا هذا، وكيف نهايه المطاف راه هادشي راه ما يمكنش يستمر، لان لي روتار كل نهار كل نهار، هادشي راه ماشي معقول. حنا دابا عندنا خدمتنا، حنا جايين حتى 12، راه شي حاجه اللي ماشي، ولا 12 ونص شي حاجه اللي ماشي طبيعيه. عطاونا دي بي فيهم 4 اور. اييه مرحبا. كنتمنى هاد المسائل هادو ما يوقعوش ان شاء الله مستقبلا، باش ان لو سيف تكونتريبيو يعني في الاقتصاد ديال المغرب ايجابيا، والناس يمشيو لخدمتهم، والطلبه يمشيو يقراو. هي حادثه مؤسفه، كنتمنى ما توقعش، هي من اخر حادثه وقعت من 93 الان، يعني واحد الحاجه اللي كنتاسف، وسيرتو ان كانوا ضحايا 7 ديال 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 الشهداء، نعتبرهم شهداء عند الله، و 125 جريح. نتمنى ما تكررش هاد المأساه هادي. وبالنسبه للسائق حتى هو راه عاوتاني راه كاين واحد العدد سنوات كبيره دوزها في لوين سيف، نتمناو يكون واحد الحل ودي ما بين يعني ما بين الناس اللي يعني ما بين الضحايا وما بين هذه العائله السائق، لان حتى هي الصراحه بقات فينا في ديك الفيديو اللي شفنا كاملين في سوغ انترنيت. انا هنا كنجي في 7 الصباح، كنوصل هنا في 8 ونص ولا من 7 الصباح حتى ل 11 عاد دار الديبار. وعلاش شنو؟ حابسين وقال لك في الطريق في التماره ولا في بوزنيقه ولا ما عرف. وملي كتجي لهنا كيعطيوك بيد روتر، هذا بيد روتر ما مقبولش في الخدمه. بيد روتر اش غايديروا لك بيد روتر؟ ها هو في الخدمه ما كيقبلوش في الخدمه، بيد روتر هو داير لك 3 السوايع و 35. واش من 7 الصباح، من 7 الصباح حتى 12 قلتوا له تاع عباد الله، واش هي 3 السوايع د الروتر؟ لا ما تلاقيناش حنا هنا، جينا للاكار لقينا الطرين واقف، كيقول لك دابا واحد الساعه، واحد نص ساعه، واحد ربع ساعه، حتى 11 عاد قلع. هادشي